أرحب بمتابعي قناتي على يوتيوب. تحدثنا في فيديو سابق عن مفهوم طرق مونتي كارلو، واستخدمناها في تقريب قيمة باي، واستخدمناها أيضا في إيجاد أحد التكاملات. والآن سنتكلم عن تكامل معقد نوعا ما، ونحاول سأحاول استخدام أو سنستخدم طرق مونتي كارلو لإيجاد قيمة هذا التكامل. طبعا هذا التكامل يعني نوعا ما معقد، حتى ماثيماتيكا لا تستطيع إيجاد القيمة العددية بشكل مباشر، ولكن هناك طبعا طرق أخرى من خلالها نستطيع أن نحصل على قيمة عددية لهذا التكامل. الآن في البداية نتعرف على شكل هذا الكيرف اللي بتعمل هذه الفانكشن أو هذه. نرسم الكيرف x from 0 to 1 ونقول له aspect ratio يساوي 1 حتى نراه على شكل بالشكل الصحيح. فهي الشكل طبعا هنا نلتقي تقريبا بعد الكيرف يعني يتقاطع مع الاكس اكسس عند تقريبا 3 أجزاء من 10، وهنا طبعا اقصى قيمة بياخدها يساوي 1. الان طبعا بدنا نستخدم طرق مونتي كارلو، يعني سناخذ نقاط بشكل عشوائي من هذا المربع اللي طول ضلعه بيساوي 1، ونحسب النقاط اللي بتكون تحت المنحنى هذا تحت هذا الكيرف، ونقسمها على عدد النقاط اللي أخذناها في المستطيل، فبتطلع هي التقريبية للتكامل، لأن التكامل هو المساحة تحت هذه الكيرف أو تحت هذا المنحنى، والنقاط اللي احنا بنختارها كأنه يعني هي قطرات مطر تسقط بشكل منتظم على المربع الذي ضلعه يساوي 1، ومساحته أيضا تساوي 1 وحدة مربعة. خلينا الآن نعمل الداتا اللي هي الداتا اللي بتكون إحداثيات يعني المربع هذا، فنستخدم random data random real بدنا تاخد النقاط هذه تكون في الفترة 0 و 1، فبالتالي الإحداثيات اللي راح نعملها بتكون كلها موجودة في المربع الذي طول ضلعه 1. فعدد النقاط اللي ناخدها ممكن ناخدها مثلا 10,000 واثنين، يعني معناها اوردر بيرز، هاي الداتا صارت موجودة. الآن بدنا يعني نرسم الداتا، ومش راح نشوف الشكل الآن لكن نشوفه بعد ما نحسب الحسابات أو نرسم الرسمتين مع بعض. داتا بلوت ستايل مثلا نقول له اللون جرين مثلا بالشكل هذا، والاسبكت ريشيو يساوي 1. نعمل هذا الكلام للكل، لما نحط فاصلة منقوطة وننفذ هذا الأمر، طبعا بننفذه بالضغط على شيفت وانتر في نفس الوقت، فمش راح يكون أي ناتج، فقط بخزنه في المتغير اللي اسمه جي 1. بعدك طبعا بدنا نعرف الفانكشن هذه اللي هي اف، تتكون يعني عشان نستخدمها في اختيار الأزواج المرتبة من خلال اختيار إحداثياتها X و Y، فهذا بتساوي 10 X تربيع زائد Y تربيع مضروبة في الـ exponential function قبل E وبعدين to the minus 2 X تربيع. هذه فانكشن في اكس واي، طبعا هذه الفانكشن من وين جبناها؟ بنخلي واي بتساوي كل هذا واي، بعدين بنربع الطرفين بصير عندنا واي تربيع بتساوي 1 ناقص 10 اكس تربيع في اي اس 2 اكس تربيع، ومنها بنعمل
هذا. طبعا بيكون عندنا المجموع بيساوي واحد، فاحنا بنختار النقاط اللي موجودة في العينة اللي بتكون قيمتها بتساوي هذه، بتساوي واحد أو أقل من واحد، اللي بتطلع النقاط اللي تحت الكيرف، فبنسميها area under curve مثلا، بتساوي select data f of هاش هان أقل أو بتساوي واحد، ونحط هذا الرمز، هذه الأريا هان أندر كيرف، وممكن نشوفها ونقارنها بالرسمة اللي فوق G2 equals list plot area under curve plot style مثلا red، و الاسبكت ريشيو اسبكت ريشيو واحد فقط، بس عشان نشوف كيف الشكل. فهذا هي اذا بتطلع هان تقريبا هان هاي 3 من 10، هان شوية فوق هان يساوي واحد، فيعني طريقته في الرسم مختلفة لكن هي نفس الرسمة، هان هي تقريبا هان 33% أو 32% وهان واحد. خلينا أيضا نسمي هذا مثلا G3 بالشكل هذا، ونقول له مثلا البلوت ستايل، نعطي له لون معين بلوت ستايل goes to مثلا يلو بالشكل هذا، فبيطلع لنا كيرف لونه أصفر بهذا الشكل، هو نفس الحدود تبعت المنطقة هذه هي نفسها، بس عشان في نقاط اختلفت الشكل شوية. فالآن بدنا نرسم هذول الشكلين كلهم مع بعض أو 3 أشكال، فنقول له شو جي واحد جي ثري، فهي طلع الأشكال كلها. طبعا النقاط الخضراء بتمثل كل النقاط الموجودة في المربع اللي مساحته بتساوي واحد أو ضلعه واحد، هذا الكيرف الفانكشن اللي احنا بدنا نكملها، وهذه النقاط هي النقاط اللي تحت هذا الكيرف. فالآن ممكن نحسب القيمة التقديرية أو تقريبية للتكامل بأن نقسم عدد النقاط الحمراء اللي هي النقاط الموجودة تحت الكيرف وعلى length of data لكل النقاط الموجودة في المربع بالشكل هذا، ونحسب القيمة العددية فتطلع تقريبا 25 من 100. طبعا لو احنا غيرنا عدد النقاط لأكثر من هيك بتطلع ممكن التقريب يكون أدق. طيب كيف بدنا نحسب الآن، كيف بدنا نعرف إن هذه القيمة الصحيحة للتكامل؟ فهي بنجيب التكامل هان، خلينا نكملها بطريقة مختلفة لأنه في أدوات أخرى في ماثيماتيكا لإجراء تكامل تقريبي، وإن كان النتيجة يعني بيكون فيها complex numbers. فهيو n integrate، n integrate يعني بجيب تكامل عددي، فبالتالي مش يعني إذا ما ظبطش التكامل ففي طرق أخرى لتقريبه بالشكل هذا. فهي طلعت القيمة، انسوا هذا الجزء اللي هو الكومبلكس التخيلي هذا، فهي القيمة تبعته بتطلع بالشكل هذا. فبالتالي هي هذه الفكرة اللي بيستخدموها ناس كتير في الهندسة في الفيزياء في الرياضيات في الإحصاء لتقريب التكاملات المعقدة، والنتيجة بتكون ممتازة جدا. ممكن هان نعمل إحنا الداتا، نزيد الحجم العينة، نقول له مثلا 100,000 بدون ما نرسم، فقط نعمل الإجراءات هذه select اللي هي هذه لازم نعملها، فاعملها ونعمل نفس الحسابات هان، فبتطلع 0.25423، فقربت أكثر من الإشي هذا. لو عملناها مليون مرة بتكون يعني نضيف كمان هان صفر، وإن كانت ممكن تاخد في الحسابات وقت إضافي بعض الثواني أو أجزاء من
ثواني، لكن تطلع نتيجة أدق. هي طلعت هان، وخلينا نشوف هان هذه القيمة قديش تطلع. فتطلع يعني قريب من هذه القيمة اللي هان. وبالتالي فممكن إحنا نستخدم طرق مونتي كارلو لإيجاد تكاملات معقدة جدا. طبعا ممكن تكامل، ممكن نحصر كل الكيرف هان في المربع اللي هو طول ضلعه واحد. طب إذا ما قدرناش نعمل الكلام هذا، فبنعمل سكيلينج لهذه الفانكشن أو ريسكيلينج مثلا، بحيث إنها تكون في هذا المربع، أو بندور على مربع أكبر أو مستطيل أو شيء زي هيك. بنغير طبعا الداتا بشكل مناسب ونوجد هذا التكامل. في طرق أخرى كثيرة تحت يعني اسم مونتي كارلو ميثودز، ممكن إن شاء الله في المستقبل نغطي بعضها.